إذا بالنسبة للهزة اللي حسوا بها السكان ديال مدينة أكادير هذا الصباح، تقريبا تم رصدها من طرف المحطة، من طرف الجهاز اللي كتوفر عليه في المحطة. تقريبا هذا هو التسجيل ديال هذه الهزة هذه. تقريبا حنا وصلنا تسجيل تقريبا في 5:51 وتقريبا 50 ثانية، ودامت الهزة تقريبا حوالي 8 ثواني. هذه هي المعلومة اللي عندنا، لكن ما نقدروش حنايا نعطيكم بالضبط لا لوكاليزاسيون بالضبط فين وقع الزلزال، حيت انطلاقا من محطة واحدة ما كيمكنش لينا اننا نحددوا بالضبط المكان فين وقع الزلزال. كيخصنا على الاقل واحد التسجيل ديال 3 المحطات باش نقدروا نعرفوا نحددوا المركز ديال الزلزال بالضبط فين كاين. حسب المرصد الوطني للجيوفيزياء تقريبا الشدة ديال هذه الهزة هي حوالي 4.5 على سلمي ريشتر. هذا هو التسجيل اللي تعطى من طرف المرصد الوطني للجيوفيزياء. اذا ربما ان قوة الهزة هي قوة شوية كبيرة نسبيا 4.5، يعني الناس اللي كانوا ناعسين راه فاقوا هذا. ثم كذلك كاين القرب ديال البؤرة ديال الزلزال، هناك من يتحدث على ان البؤرة تقريبا ما بين 10-20 كيلومتر حسب التسجيلات. مازال ما عندناش واحد الدقة دابا بالضبط فين، ولكن كتبان ان البؤرة راه قريبة سطحية واحد شوية، ماشي بعيدة بزاف باش نقدروا ما نحسوش. دونك بالنسبة للمسجل اللي عندنا حنايا في المحطة، هو مسجل كيسجل الارتدادات في الابعاد الثلاث، يعني في الارتدادات العمودية وكذلك الارتدادات الافقية شمال جنوب وكذلك شرق غرب، يعني 3 ديال الموجات يتم رصدها. بالنسبة لمحطة الأميرة لالة عائشة فهي مفتوحة لجميع المواطنين والمواطنات، وحنا الهدف ديالنا في هذه المحطة هو توعية السكان بالتدابير اللي خاص تخاد في وقت الأزمات الزلزالية. ونستقبل يوميا الا ما قلتش يعني بعض المرات الصباح وفي العشيه افواج من التلاميذ من مؤسسات تعليميه خصوصيه عموميه المواطنين كذلك، وكان انطلقنا واحد العده نشيطيه كنقدروا نرسلوا لهم الرسائل ديال شنو خص يتدار قبل الزلزال اثناء الزلزال وكذلك بعد الزلزال. اذا بالنسبه للنصائح اللي كنعطيو حنايا للناس كاملين انهم يتخذوها، هما الانسان ما يكونش داك الهلع اولا، يعني الخوف وكذلك ان الانسان ما يبقاش يعني الافراغ ديال المنزل بسرعه، وهذا كامل سلوكات اللي تقدر تكون ماشي مزيانه، لان خصكم تعرفوا بان الزلزال ماشي هو اللي كيسبب في الوفيات وفي الاضرار، ولكن في الحقيقه اللي كيسبب في هذه الوفيات وفي هذه الاضرار هما السلوكات ديال الناس. يعني مثلا ما خصهم شيء، مثلا انهم يتوجهوا للشواطئ، غالبا الناس كيتوجهوا للشواطئ وكيقدر يكون مثلا الخطر ديال التسونامي. كذلك الانسان يبتعد عن الاماكن اللي فيها بحال النوافذ الزجاجيه، الناس يحاولوا ياخذوا في المنزل اماكن اللي تقدر تكون محميه اكثر، بحال مثلا البلاصه فاش كيكون لي بوتر يعني الاعمده، وهذا البلايص اللي هي كتكون متينه في البيت فوالا هي وصلابه، يعني الشرفات بعيد عن الشرفات والاماكن اللي فيها الزجاج اللي يقدر يتهرس وشي حاجه بحال هذا القبيل. ثم كذلك كاين البناء المضاد للزلازل، هذا شي حاجه اللي هي ضروريه للناس انهم خصهم يطبقوا المعايير اللي هي معايير مضاده للزلازل. فحنا كنقولوا اننا خصنا نبنيو بثمن اقل، ولكن راه الناس بعض المرات كيغشوا في البناء، وهذا الشيء راه ماشي في مصلحتهم. كاين كذلك بعض المسائل مثلا اللي كنهضروا عليهم، بحال مثلا ما نعسوش التلفازه فوق راسنا تقدر تطيح علينا، ما نعسوش وحنا مثلا قراب لشي ماريو اللي يقدر يطيح لك، متفقين؟ يعني تبتعد على الاشياء هي اللي هي قابله للتساقط. كذلك القبص راه كيقدر حتى هو يسبب في هذه الاشياء هذه، يعني في الجروح وفي هذه المسائل هذو.